أخبار اليوم. أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار يوم، حلقة جديدة من شارع الصحافة. ويبدو أن هذا الأسبوع هو أسبوع رياضي. الأخبار المسائي انفرد بهذه الملفات الرياضية، ومعنا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي يطلعنا عن أهم العناوين ومنها الملف الرياضي. أولا رحب به، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. حضرتك هذا الأسبوع يعتبر رياضي، لا سيما أنكم ده برضه العدد الأسبوعي. بالتأكيد كل سنة وحضراتكم بخير، كل سنة ومصر بخير بمناسبة شهر رمضان، وكل سنة مؤسسة أخبار اليوم بخير وسعادة. انتهى الموسم الكروي المصري هذا العام بفوز الأهلي بالدرع. عادت بطولة الأهلي الدوري المحببة للنادي الأهلي وجمهوره العريق بعد أن فقدها العام الماضي لغريمه التقليدي نادي الزمالك. بالأمس كان اليوم الفصل، الزمالك يلعب في الإسكندرية مع المصري، والأهلي يلعب في الإسماعيلي مع الإسماعيلي في بترو سبورت. جماهير وعشاق الكرة المصرية، ملايين المصريين كانت قلوبهم وعقولهم، كل فريق عقل وقلب جماهيره مع ناديه في الملعب وعقله مع الفريق المنافس خارج الملعب. كانت الجماهير تحول ريموت الكنترول بين القنوات لمعرفة التفاصيل أولا بأول، حتى كانت الدقائق الخمسة الأخيرة التي حسمت الموضوع بتعادل المصري مع الاتحاد المصري مع الزمالك، وليفقد نقطتين ليتربع الأهلي على قمة الدوري ويصعب الفارق تعويضه في المباراتين القادمتين. إذن الأهلي بطل الموسم، بطل الدوري قبل جولتي النهاية. لا زال هناك الأهلي مباراتين، يلعب مع الزمالك ويلعب مع الاتحاد، لكن هذه المباريات بمثابة تحصيل حاصل. الأهلي حصل على البطولة. جماهير الكرة المصرية وجماهير عشاق الفانيلا الحمراء والألترز أشعلوا الاحتفالات في كل مكان في مصر. الاحتفالات كانت صاخبة لدى نادي أو ملعب مختار التتش، وانتقل المشجعون إلى ميدان التحرير، ذلك الميدان العريق، ليسجلوا احتفالاتهم ولتستمر احتفالاتهم طوال ليلة الأمس. الحقيقة الأخبار المسائية كانت معهم بالصوت والصورة والكلمة. نرصد فرحة لاعبي الأهلي وجماهيره وعشاقه والجهاز الفني والإداري واللاعبين. أجرينا حوارات مع كل اللاعبين، أجرينا حوارات مع الجهاز الفني والإداري، تحدثنا مع رئيس النادي الذي هو موجود حاليا في السعودية وهنأ النادي الأهلي، تحدثنا مع كل ما يتعلق، أعددنا ملف خاص على 8 صفحات، ملحق خاص 8 صفحات تابلويد عن فوز النادي الأهلي بالدرع وفرحة جماهيره وفرحة لاعبيه. كل ما يتعلق وكل ما يهم القارئ الأهلاوي وكل ما يهم القارئ الزملكاوي أيضا عددناه في هذا العدد. نقدم وجبة رياضية دسمة أعتقد سيسعد بها مشجعو الأهلي، لأن الأهلي يستحق هذه التهنئة ويستحق، لأنه نادي القرن، أن نقوم بعمل ملف خاص مع ملف رياضي كامل عن إنجازاته وعن جهود لاعبيه على مدى عام كامل من التعب والجهد رغم كل الصعوبات التي واجهته، ليستطيع في النهاية أن يكتب الفرحة والبسمة على شفاه وعلى وجوه جماهيره. إذن الأهلي ألف مبروك لنادي الأهلي وهارد لك لنادي الزمالك في السنوات المقبلة. الزمالك قدم في العام الماضي جهدا كبيرا، وعددنا له ملفا أيضا عندما فاز بالبطولة وقلنا له ألف مبروك ولجماهيري ألف مبروك، لكن عندما يفوز الأهلي في هذه المرة نقول له ألف مبروك ونسعد ونحتفل معه كما احتفلنا في العام الماضي بالدرع عندما ذهب إلى ميت عقبة ولنادي الزمالك. نحتفل هذا العام مع جماهير نادي الزمالك وبنادي مع جماهير النادي الأهلي وبالنادي الأهلي عندما يحصل على الدرع ويعود الدرع إلى الجزيرة. إذن الأهلي هو البطل بكل المقاييس، سيكون ممثلا
محترما للكرة المصرية في بطولة كأس العالم للأندية، سيكون ممثلا محترما للكرة الأفريقية في بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري التي سيخوضها بداية من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله في هذا المعترك الأفريقي. نشد من أزر النادي الأهلي حتى يستطيع أن ينجح ويهزم كل الفرق التي تقابله في المعترك الأفريقي حتى يصعد، ونتمنى أن يكون عقب دور دوري المجموعات أن يكون الأهلي والزمالك في كل منهما يصعد في مجموعاته بإذن الله. الحمد لله مصر تعيش حالة من الأمن والأمان، احنا كلنا عشنا حالة الانفلات وحالة التعصب وحالة الانفلات الشارع وحالة الإرهاب وحالات كثيرة جدا، بفضل الله أولا وفضل جهود رجال الجيش والشرطة وفضل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وقدموها رخيصة من أجل وطن غالي، استطاعت مصر واستطاع رجال الجيش ورجال الشرطة أن يدحروا الإرهاب وأن يهزموا الإرهاب وأن ينجحوا في فرض الأمن والأمان في ربوع مصر. لدينا الآن حالة من الأمن، سيناء نستطيع أن نقول أن الانتهاء الإرهاب قارب على الانتهاء فيها، أيضا في كل المحافظات استطاع رجال الشرطة البواسل ورجال القوات المسلحة البواسل القضاء على كل البور الإرهابية والإجرامية. نحن الآن أمام بعض فلول الإرهاب المتناثرة هنا وهناك، نحن لا تستطيع قوة في العالم ولا أمريكا ولا فرنسا ولا أوروبا كلها أن تنهي الإرهاب تماما، لكن نحن لدينا نجحنا في تقويض الإرهاب والسيطرة عليه وتكفيف منابعه وتكفيف أسلحته. نستطيع أن نقول أننا قضينا على الإرهاب باستثناء بعض الحوادث الإرهابية الخفيفة التي تحدث من بين لحظة وأخرى وهي التي تشاهدها وتحدث في كافة الدول وربوع العالم. أخيرا، طبعا الأخبار المسائية ليست فقط رياضة، وهناك نعرف أن هناك انفراد، حضرتك ممكن تقول لنا يعني أبرز عناوين سريعا؟ بالتأكيد كان الحدث الأبرز اليوم لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزراء الري والشباب والرياضة وعدد من الوزراء، وكان الملف الأشهر والملف الأساسي في هذا الاجتماع هو مياه النيل ومياه الري. الرئيس أعطى توجيهات صريحة ومباشرة بإعادة تأهيل منظومة الري حتى نعلم أهمية نقطة المياه في السنوات القادمة، وأن العالم كله قد يكون قادما على حالة من الجفاف. المياه مهمة جدا بالنسبة للشعب المصري، النيل مهم جدا بالنسبة للمصريين، لكن لابد أن نحافظ عليه. كانت تعليمات الرئيس السيسي اليوم للوزراء المعنيين ولرئيس الوزراء بإعادة تأهيل منظومة الري وإعادة تأهيل أصل الترع والمصارف وكل المجاري المائية حتى نستطيع الحفاظ على مياه النيل التي هي تعد شريان حياة بالنسبة لنا وبالنسبة للمصريين وبالنسبة للأراضي الزراعية وبالنسبة للعالم كله. يجب أن نحافظ على النيل، نحافظ على المياه. لذلك كان الاجتماع اليوم مثمرا وكانت توجيهات الرئيس صريحة وواضحة بالحفاظ على المياه بكل أنواعها. الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا.